مين اللي جاي؟ هتسمع بقى الأيام القادمة أسماء كثيرة جدا وأسماء مهمة جدا وكبيرة جدا، لأن قيمة النادي الأهلي، قيمة النادي الأهلي إن هو يخلينا نروح نشوف كل اللي الناس دي المدربين الكبار دول كلهم عايزين يجوا يمسكوا النادي الأهلي. فهتسمع أسماء كبيرة وهتسمع أسماء من هنا وأسماء من هنا وأسماء من هنا، ولكن في النهاية أنا شخصيا ابتداء من بعد من بكرة إن شاء الله هنبتدي نركز في شيء واحد فقط، في مباراة إيسترن كامباني ووجود الكابتن سامي قمصان، واللي الكابتن سامي قمصان هيختاره هنقف في ظهره، واللي الكابتن سامي قمصان هيختاره هنفضل واقفين معاه، واللي هيعمله كابتن سامي قمصان المدير الفني القائم بأعمال المدير الفني حاليا هنفضل دايما واقفين وراه. هتسمعوا بقى ايه؟ إقالة سيد عبد الحفيظ وإقالة الجهاز، مش ده اللي انتوا سامعينه من شوية لغاية دلوقتي؟ مش ده الكلام اللي حضراتكم سامعينه؟ هذا الكلام عاري تماما من الصحة. هذا الكلام عاري تماما من الصحة. إذا كان هناك شيء أول حاجة هتحصل هيتقال إيه؟ النهاردة حضراتكم عرفتوا منين إن مجلس إدارة النادي الأهلي بالاتفاق مع بيتسو موسيماني اتخذوا قرار بفسخ التعاقد بالتراضي. عرفتوا منين؟ عرفتوا من مكانين، المكان الأول والمكان الثاني، هما القنوات الرسمية للنادي الأهلي سواء المركز الإعلامي أو قناة النادي الأهلي. غير كده عمرنا ما هنمشي ورا كلام بيتقال، عمرنا ما هنمشي ورا شواهد وحكايات بتتحكي. والله أنا ممكن أقعد هنا وأحط رجل على رجل وأقعد لغاية آخر الحلقة أقول لكم حكاوي على اللي حصل، ولكن أنا عارف أن جمهور الأهلي غير مهتم بهذه الأمور. جمهور الأهلي مهتم بما هو قادم، مهتم بمباراة إيسترن، بعدها هيقفل مباراة إيسترن بنتيجتها اللي احنا مش عارفينها لسه، وينتظر مباراة الزمالك وإيه اللي هيحصل في مباراة الزمالك. هل هيكون هناك مدير فني قبل المباراة؟ ما حدش عارف. أنا صدقوني لا يوجد معلومة حد عارفها قبل فايلر ما يجي. لغاية لما فايلر جه حد كان عارف إن فايلر اللي جاي؟ حد قال إن فايلر جاي؟ لا، قال لك مش فاكر، قال أسماء كتيرة جدا وقال لك رقم 3 احتمال، يعني 2-3%. انا فاكر احد الاعلاميين قال لك ايه 2-3% حد اسمه فايلر، وهو فايلر اللي جه. بيتسو موسيماني حد كان يعلم ان بيتسو موسيماني جاي لحين لغايه لما انتهاء التعاقد؟ الحمد لله سواء فايلر نجح مع فريق النادي الاهلي وسواء بيتسو موسيماني ايضا نجح مع النادي الاهلي، وبالتالي خلينا ننتظر الايام القادمه وايه اللي هيحصل الايام القادمه. خلينا وجهه نظري، وزي ما حضراتكم طبعا اللي أنا دايماً بتعلمها منكم وبتعلمها من جمهور الأهلي، إيه هي؟ المساندة والدعم واجبة خلال هذه الفترة أكتر من أي فترة تانية. المساندة والدعم لأولاد النادي الأهلي، سامي قمصان، محمد شرف، قبلهم رئيس الجهاز الكابتن سيد عبد الحفيظ، الكل لن يشتت أحد جمهور النادي الأهلي، محدش هيشتت جمهور النادي الأهلي.